عباس ومشعل في الدوحة، مع من الاتفاق؟ قطر والخليج، المهلة انتهت والخلاف لم ينتهي. مصر البطالة إلى انخفاض. الصيف فصل العطلات والاستجمام وفصل الأمراض أيضا. مشاهدينا، كانت هذه أهم عناوين حلقتنا لهذه الليلة، سوف نعود لتفصيلها لاحقا بالتحليل بعد أن نلقي على أهم عناوين هذه الساعة. الإمارات تقر قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب. واشنطن تفشل في إنقاذ رهائن أمريكيين يحتجزهم تنظيم داعش في سوريا. فيديو جديد لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية يبين اعتناق اليزيديين للإسلام. ومطار القاهرة يلغي جميع الرحلات إلى ليبيا، وتونس تغلق المجال الجوي مع طرابلس. مرحبا مشاهدينا، إلى حلقة نهاية هذا الأسبوع من اليوم في ساعة. دعوني أبدأ بحدث مهم يتداوله الكثيرون هذه الأيام عبر شاشات التلفزة ووسائل الإعلام المختلفة. المهلة الخليجية التي قدمتها ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي لقطر انتهت للالتزام الكامل ببنود اتفاق الرياض. الأنباء تتحدث عن عدم استجابة قطر لمطالب دول الخليج لهذه الاتفاقية التي لا تعرف تفاصيلها بدقة حتى الآن، سوى ما يتعلق بتبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ضمن دول المجلس، ولا تؤثر سياسات أي من دول هذا المجلس على مصالح وأمن واستقرار أي دولة خليجية. فما الإجراءات التي ستتخذها كل من أبوظبي والرياض والمنامة بحق قطر، وكيف ستتعامل الدوحة مع أي تداعيات محتملة؟ سأنقل هذه التساؤلات مشاهدينا إلى ضيفي في الرياض السيد عقل الباهلي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد عقل، وشكرا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة. إذن انتهت المهلة وقطر اتهمت بأنها لم تقم أو تعلن التزامها باتفاقية الرياض. السؤال المطروح، التزام بماذا بالاتفاقية بالتحديد؟ الاتفاقية يعني لم توضح بنودها بشكل دقيق، كل ما قالته عموم في عموم عن ما يتعلق بآليات تكفل سير الدول الخليج في إطار جماعي، ولا تؤثر سياسات أي دولة كما ذكرت قبل قليل على دول أي دولة أخرى بالخليج العربي. اهلا، مساء الخير استاذ الكريم. مثل ما قلت، انا الحقيقه يعني اعتقد بان كثير من الناس لا يعرف يعني انه مرت على سحب السفراء 6 أشهر اليوم، وهذه مساله طويله، ومع الاسف يعني اكثر الشعوب معنيه بما حدث بين الدول الثلاث وقطر هي دول الخليج، ومع الأسف يعني لحد اللحظة شعوب الخليج لا يعرفون ما هي يعني ما هي القضايا المطروحة واللي أثارت الإشكال، فقط تسريبات إعلامية دائمة، ويعني ساعة يرتقي الجانب المصري ولا الموقف من مصر إلى أولويات المشاكل، وأخرى ترتفع محطة الجزيرة إلى الأولوية، وساعة أخرى ثالثة يرتفع التجنيس، والناس لا يعرفون أي شيء الحقيقة، وهذا شيء يعني لا يمكن وصفه إلا بأنه يعني الحكومات تعتقد بأنه المشكلة يمكن معالجتها داخليا داخل الحكومات، وأنه يعني الشعوب وصانع الرأي في الخليج ما هم إلا يعني داعمين لهذا الموقف أو ذاك، وأنه ليس من المصلحة يعني أن يعرف الناس كل التفاصيل. أنا لا أفهم الحقيقة إلى أي مدى يمكن أن يعني الناس أي دور للناس، يعني إذا كانوا ليس لديهم معلومات، يعني الكثير من الناس يتحدث عن اتفاقية الرياض،
الرياض، يتحدث عن آخر اجتماع لوزراء الخارجية واللي بناء عليه صدر سحب السفراء، بمعنى أنه هناك قضايا نوقشت في هذا الاجتماع، ليس لدى الناس أي معلومة. وأنا أعتقد أنه أنا كنت في حينه لم أكن أتمنى أن يعني يصل التصعيد إلى سحب السفراء، لأنه أنا كانت عندي قراءة بأنه ليس هناك قضايا ربما تفجر مجلس التعاون، إذا كان يعني هناك مشكلة على الجزيرة أو مشكلة هنا وهناك. وهذا الآن اللي حدث الحقيقة، 6 شهور من الخلاف، والناس كانوا يتوقعون أن المسألة شهر أو شهرين على أكثر تقدير. اليوم نحن في الشهر السادس والقضية تراوح مكانها. وأيضا في هذه المسألة الخطرة مورس قضية التسريبات من هنا وهناك، يعني أصبحت مسؤولا خليجيا قال ومسؤولا خليجيا قال، وكلها ليست صحيحة، لأنه هناك من يرغب بأن يستخدم مسؤولا خليجيا قال حتى يمارس نوعا من الضغط على الطرف الآخر، ولكن الجميع اكتشف هذه اللعبة وأصبحوا لا يأبهون. الجميع يعرف داخل الاجتماعات ما هي القضايا المختلفة عليها، لكن مع الأسف أنا في اعتقادي أنه حتى اللحظة ليس هناك قضية محسومة، وأعتقد أنه إذا القضية في هذا الإطار. سيد عقل، معلش، في مجموعة قضايا مثل ما تفضلت وذكرت تسربت للإعلام، ليس معروف مدى دقة هذه القضايا فيما يتعلق مثلا بقضايا التجنيس، قضايا الإخوان المسلمين، الشيخ القرضاوي، وكذلك قناة الجزيرة وغير ذلك من الأخبار التي طبعا كما ذكرنا فقط تسريبات إعلامية. خلال 6 أشهر حتى الآن معقول يعني ولا أي بند من هذه البنود تم الاتفاق عليه؟ يعني أنا أعتقد أنه حسب ما يعني يتلقاها الإنسان من التسريبات بأنه موضوع التجنيس حسم، يعني وأنه قطر تعهدت بعدم التجنيس. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ مسألة الجزيرة أنا أعتقد أنه من الصعب أن يصلون إلى قرار، يعني بدت بأنه يعني لا، إن قيل في الجزيرة أن لا تتعرض إلى أي دولة عربية أخرى أو إلى مصر تحديدا، أعتقد أن الجزيرة والأخوة في قطر كانوا واضحين بأنه القضية قضية مجلس التعاون، نحن لن نسعى في الجزيرة أو يعني إدارة الجزيرة لن تسعى إلى استخدام إعلامها في ضد مجلس التعاون. طيب، ما ليس هناك الحقيقة وضوح، ولذلك أنا أعتقد أنه سيكون هناك مرحلة قادمة الآن، هي مرحلة حسب آخر تسريب، وهذا شيء غريب، يعني أنه إحنا يعني أنه الأمور وصلت إلى اتفاق مبدئي، ولكن لن يعود السفراء، سنراقب قطر. يعني أنا أعتقد أنه أيضا 6 شهور من الترقب للقرار، ثم يعقبها أيضا 6 شهور من المراقبة، ثم تنتهي المسألة بعودة السفراء، إلا إذا كان هناك شيء آخر. أنا لا أعتقد بأن هناك شيء من التصعيد، أعتقد أنه الأمور ستذهب إلى نصف تسوية، ربع تسوية، ويعني سيجري الصبر على ما يدور وعدم التصعيد، لأن التصعيد في اعتقادي مضر في حكومات الخليج، وهم يعرفون هذا، لأنه سيوظف دائما يعني التشكيك في مصداقية مجلس التعاون، خصوصا وأن مجلس التعاون له 30 سنة. عليك نعم سيد عقل الباهلي، وضحت بأنها تضر بصورة مجلس التعاون الخليجي. لكن السؤال، ما صار اتفاق حتى الآن؟ انتهت المهلة، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها كل من أبو ظبي، الرياض، المنامة بحق قطر؟ أنا لا أعتقد أن هناك إجراء، يعني لأنه إذا كان الإجراء مبني على المشروع السابق فلازم يكون الإجراء جماعي، يعني صادر من الدول الثلاث، ويعني حسب التسريبات بأن الكويت قالت بأنه ستكون مع الدول الثلاث في شكواها من قطر، بمعنى أنه يعني ربما يصدر بيان من الأربع دول. أستبعد هذا لأنه أيضا هناك مشكلة مع عمان. هناك أنا أعتقد يعني الصورة اللي أمامي الآن حسب القراءات اللي شفتها في الفترة الماضية، بعض الدول حيال ذلك، لا سيما عمان بالتحديد، وقد تكون الكويت بشكل أو بآخر. نعم، أنا أعتقد أنه لن يكون هناك شيء حاسم، سيصدر بيان يبدو يعني الآن
أنه هناك تحسن في الإجواء الخليجية وهناك مبادرات جيدة ومبادرات سلبية، بالرغم أنه يعني الأمير سعود الفيصل في آخر حديثه عن قطر قال بأنه قطر يعني ما يحدث بيننا وبين قطر غير ودي وغير يعني غير ناجح أو غير يعني لا يهيئ لمرحلة قادمة جيدة. لكن في اعتقادي أنا أنه ليس أمام دول الخليج من خيارات كثيرة، لأنه دول الخليج تتعرض إلى ضغوط إقليمية ودولية، وبالتالي أيضا ليست في حاجة إلى أن تحدث تصعيدا داخل الإقليم مع دول التعاون. سيكون هناك قرارا بأنه الأمور تمت معالجتها بشكل مرضي للجميع، لكن سيترك الباب مفتوحا لإعادة السفراء كنوع من يعني حفظ بعض المواقف، أن تكون يعني هناك عدم العودة، ربما تعود الأمور تدريجيا من دولة ودولة. يعني مع أنه معنا الحديث حسب وسائل الإعلام سيد عاقل، معنا الحديث حسب وسائل الإعلام يعني نشرت اليوم بأنه قطر عاد عن سحب السفراء، خفض التمثيل الدبلوماسي بين هذه الدول، كذلك اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المجال الجوي الخليجي أمام الطائرات القطرية، وكل ما ذلك من إجراءات، حتى أيضا معاملة القطري كمعاملة الأجنبي حين دخوله الأراضي الخليجية، وطبعا هذه فقط تسريبات إعلامية. على كل حال، كل اتفاقية يجب أن يكون هناك أخذ ورد، عطاء مقابل. يعني إذا أرادت قطر أن توافق على ما جاء في البنود، أليس من حقها أيضا أن تأخذ ما هو في مصلحتها؟ وهو هذا ما يجري. أنا أعتقد أنه ما يجري الآن هو محاولة يعني تقديم تنازلات من هنا وهناك. يعني لا يمكن أن تحقق الدول الثلاث كل ما تريده، ولا يمكن أن قطر أن تحقق ما تريده، لكن أنا أعتقد أنه يعني المستقبل هو لنوع من التوافق وليس نوع من الخلاف الحاد، لأنه يعني الخليج في وضع صعب كما أشرت سابقا، في وضع صعب. ومسألة يعني الآن مصر انتهت قصة يعني اللي تقول الجزيرة ما تقول في مصر، إذا كانت يعني إذا كانت الجزيرة ستسقط مصر فهذه كارثة يعني، وعلى الدول الأخرى أن تعتقد بأن مصر تجاوزت الأزمة. يبقى موضوع الجزيرة، الجزيرة أيضا أنا أعتقد أن الشيء يعني ربما يكون معيب بأن يكون هناك خلاف على محطة إعلامية ونحن نقول نحن نذهب إلى حرية الرأي والتعبير، ولدينا محطات يعني شبيهة بالجزيرة تستطيع أن تحتل مساحة وتحتل، لدينا محطة عربية تحتل مساحة للمشاهد العربي والخليجي تنافس الجزيرة، وبالتالي يعني لماذا الزعل يعني من الجزيرة أو محاولة إسكات الجزيرة خطأ؟ يعني هناك مواضيع كثيرة حول هذا الموضوع أو هناك آراء كثيرة حول هذا الموضوع، بس بدي سؤال أخير. يعني كمان في حال تم فرض أي إجراءات معينة بحق قطر، ليست قطر هي الخاسرة الوحيدة، هناك اتفاقيات سياسية، اتفاقيات اقتصادية أيضا سوف تؤثر على بقية دول الخليج. يعني في اعتقادي أنا أنه يعني إذا افترضنا الأسوأ وذهبت الأمور إلى ما تذكر، بالتأكيد يعني إذا كانت قطر تذهب إلى هذا الموقف، فبالتأكيد لديها أيضا حلول، هي لديها يعني موقف ستدافع عنه حتى النهاية، وأيضا لديها أصدقاء في المنطقة، ولديها يعني هناك أشياء كثيرة. ربما مسألة الموقف العدائي من قطر أو محاولة الضغط على قطر، بالتأكيد سيكون هناك يعني تموضعات أخرى في الإقليم وفي العلاقات العالمية مع قطر ومع دول الخليج، وبالتالي يعني نعم سيمثل عبئا على قطر، لكن قطر أيضا دولة لا تعتمد يعني ليس لديها علاقات اقتصادية هائلة في مسألة التواصل مع دول الخليج. يمكن الخليج يستفيد منها، السعودية تصدر إلى قطر الكثير من المواد، الإمارات، لكن قطر دولة صغيرة، يعني ربما المسارات الطيران، مسارات النقل، مسارات التقارب،
أنا لا أعتقد بأنه يعني سيكون هناك شيء من العداء للشعب القطري، بمعنى أنه سيعامل كأجنبي. وأنا أعتقد أنه إذا كان هناك تصعيد سيكون أيضا مجزأ وبسيط، لن يكون يعني بنفس العنف التي تطرحها الأقلام المضرة بالخليج عموما. يعني نتمنى في النهاية كل الخير لدول مجلس التعاون الخليجي وأن تحل هذه المشكلة في النهاية. شكرا لك ضيفي من الرياض السيد عقل الباهلي الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. موضوع التطورات في غزة يسيطر أيضا على الكثير من نشرات الأخبار والكثير من البرامج الحوارية، ومنها برنامجنا مشاهدينا. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم في الدوحة بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإجراء مشاورات بعد توقف الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تلقت حركة حماس اليوم ضربة وصفت بالموجعة بعد مقتل 3 من أبرز قادتها في قطاع غزة على يد إسرائيل. لقاء ثلاثي في الدوحة بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وبالطبع الهدف الأول والأخير من هذا اللقاء بحث تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وسبل وقفه في وقت وجهت إسرائيل فيه ضربة موجعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بقتل 3 من كبار قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، وهم محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم، بعد أن فشلت قبل يومين في اغتيال القائد العام للكتائب. وجاء التعليق من الحركة على عملية الاغتيال بتأكيدها أنها لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف المقاومة، مؤكدة أي حماس بأن إسرائيل ستدفع الثمن. ومن المعروف أن هؤلاء القادة الثلاثة هم من أبرز قادة كتائب القسام وقادوا العديد من العمليات الانتحارية وعمليات ملاحقة وتصفية العملاء الذين كثر الحديث عنهم في الآونة الأخيرة. وأمام هذه التطورات، ما مصير أي هدنة جديدة تدعو إليها الدول الغربية وروسيا ومصر راعية المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية؟ وهل ستقبل حماس بمثل هذه الهدنة بعد مقتل عدد من قاداتها على يد إسرائيل؟ وفي المقابل يتساءل كثيرون، هل تريد إسرائيل هدنة؟ وهل ستوقع على وقف إطلاق نار متكافئ؟ لعل نتنياهو يخشى برأي هؤلاء الهدنة لأنها ستحسب نصرا لحماس، وهو ما لن تقبل به حكومة نتنياهو، إلا أن حسابات تل أبيب وفقا للمراقبين ستذهب أعمق من ذلك في تقديراتها المستقبلية لتداعيات الحرب، فالخشية تتعدى مفهوم الانتصار والخسارة إلى الخوف من أن أي اتفاق ينهي الحرب سيجعل حماس وباقي فصائل المقاومة أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة، ليس فقط في غزة بل قد تتعداه إلى الضفة، وهذا ما تحسب له تداعيات كثيرة لا يتفق عليها كثيرون من إسرائيل إلى الغرب وربما غيرهم. إذن تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، نحاول أن ننقل بعضها ونحصل على الإجابة من الدكتور أسامة شعث المحلل السياسي والمختص في الشؤون الفلسطينية ضيفي من القاهرة. دكتور أسامة أهلا بك. يعني أبدأ باللقاء الثلاثي اليوم بين السيد عباس ومشعل والأمير القطري الشيخ تميم، على بالتحديد مشعل وعباس على ماذا يمكن أن يتفقا في هذا الإطار، لا سيما بعد التطورات الأخيرة الميدانية التي حصلت اليوم، مقتل 3 قياديين مهمين لحماس على يد إسرائيل؟ يعني في الحقيقة احنا نستغل هذه اللحظة ونرسل تعازينا الحارة لشهداء فلسطين أطفالا ونساء ورجالا ومقاومين أيا كانوا، في الأخير شهداء فلسطين الذين يذبحون على مرمى ومسمع العالم بأجمع دون رد أو دون تحرك أو دون فعالية لأي قوة دولية. الآن الذي يجري يا سيدي بالنسبة لاجتماع قطر اليوم هو لم يكن بهدف يعني وقف اطلاق النار بالأساس، هو جاء تلبية ل
تحرك الرئيس الفلسطيني كان معد له مسبقا، لكن التصعيد الإسرائيلي تزامن مع ذلك، يعني هو كان معدلا له وأعد له قبل حوالي 4 أيام، يأتي في إطار التحرك باتجاه 3 نقاط. النقطة الأولى الآن الجديد في الأمر أن النقطة الأولى تأتي في تفعيل فكرة وقف إطلاق النار وبحث هذه الجهود بأي شكل كانت، سواء من خلال المبادرة المصرية التي أكد عليها الرئيس الفلسطيني باعتبار أن مصر هي الجغرافيا الوحيدة المرتبطة في قطاع غزة، وهي يعني نستطيع القول أن مصر يعني بحكم الجغرافيا لها دور بارز ومهم جدا في رأب الصدع، ولا أعتقد أن يكون هناك أي دور لأي قوة إقليمية في المنطقة سواء كانت عربية أو غير عربية، سواء حتى تركيا أو أيا كانت، في بغض النظر عن علاقاتها مع إسرائيل المباشرة أو غير المباشرة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الآن، لأنها فقدت مصداقيتها على مدار 20 عاما من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بين السلطة الفلسطينية، وهي راعية غير نزيه، وهي تنحاز بشكل واضح إلى صالح الطرف الإسرائيلي في التهرب من الاستحقاقات السياسية لعملية السلام، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة بعيدة عن المشهد. الآن الجهود المصرية تنصب فعليا في وقف إطلاق النار في المبادرة الأولى، والتي انهارت بفعل إرادة الاحتلال الإسرائيلي وليس من خلال دكتور المقاومة الفلسطينية. نعم، هل سوف تقتصر على الجهود المصرية؟ يعني عبر وسائل الإعلام هناك تحركات حسب ما سمعنا، تركية قطرية أمريكية بالتحديد في اليومين الماضيين، هل سوف نشهد يمكن مبادرة جديدة بديلة عن المبادرة المصرية أم ماذا؟ لا أعتقد أن هناك استطاعة لأي، حتى لو مبادرة، يعني نحن مع وقف إطلاق النار بالأساس، والشعب الفلسطيني مع وقف إطلاق النار بكل فصائله بغض النظر عن من هي الجهة، ولكن فعليا تثبيت الهدنة. من خرق الهدنة إذن؟ من خرق الهدنة؟ الذي خرق الهدنة يا سيد أستاذ هاني، الذي يخرق الهدنة بالدائما وبشكل دائما اتفاقات وهدن ومعاهدات تاريخيا هي يعني حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحكوماتها المتعاقبة. منذ عام 48 أنا أتحدث لك بالوثائق وبالدلائل، منذ عام 48 في 11 يونيو 1948 أول هدنة مؤقتة وضعت بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية من خلال الأمم المتحدة، إسرائيل اخترقتها بعد أيام، وهكذا استمرت الاختراقات حتى هذه اللحظة. إسرائيل هي التي دائما تعتدي، لأن إسرائيل تخشى فعليا من عملية السلام، تخشى فعليا من التسوية السياسية، لأنها لا تشعر نفسها في هذه المنطقة تجد نفسها لها صديق في هذه المنطقة لكي تقوم بإجراء عملية السلام. هي السلام بالنسبة إليها أن يموت جميع الأطراف في المنطقة، الشعب الفلسطيني ينتهي بهذا الوجود. نعم دكتور، المفاوضات، يعني أود أن أكمل نقطة، المفاوضات التي استمرت 20 عاما أصبح لدى العالم كله خبرة، الولايات المتحدة خبرة أصلا سئمت منهم، كيري أكثر من مرة صرح وأفصح، وكافة المفاوضين الإسرائيليين والدوليين، عفوا الدوليين الأمريكان والأوروبيين والدول العربية التي تعرف معنى المفاوضات والاتفاقات، إسرائيل تتهرب منها. حتى المطالب الفلسطينية في الهدنة الحالية، يعني المطالب الفلسطينية لوقف إطلاق النار الآن التي اخترقتها إسرائيل مجددا، ومع هيك يا دكتور هي يعني تأتي في إطار اتفاقات. إسرائيل عم تحقق البداية، والفلسطينيين بعضهم ضمن خلافات اللي يوم بيحاولوا يحلوها يوم بيصعدوها حسب طبعا الاتجاهات المختلفة. لكن بدي أسألك دكتور فيما يتعلق بتصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أو البارحة بالتحديد، تحدث بأنه سوف يرد على حماس كل ما أطلقت صاروخ على الأراضي المحتلة. أيضا حماس أكدت بأن بعد مقتل هؤلاء القياديين الثلاثة بأنها لن تسكت عن ذلك. فأي هدنة يمكن تحقيقها في خضم كل هذه ردود الأفعال المختلفة؟ يعني أنا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة عض الأصابع لدى جميع الأطراف، سواء الاحتلال الإسرائيلي أو سواء الطرف الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني. وأنا أود أن أذكر هنا أن من ضمن الأهداف الحقيقية لهذا العدوان على قطاع غزة لم يكن أهداف يعني ضرب حركة حماس بشكل مباشر وبشكل خاص، لا، هو ضرب البنية التحتية لكافة فصائل المقاومة. بالمناسبة في سنة 2002 و2000 لم تكن هناك في الضفة الغربية قوات لحركة حماس،
وإسرائيل هاجمت الضفة الغربية وطالبت بسحب سلاح المقاومة من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحاول كثيرا أن يعمل على اجتهاد من خلال أنتوني زيني وجورج تينت والمفاوضات التي كانت تجري في 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 مقر الرئاسة الفلسطينية لوقف إطلاق النار وتثبيت تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي بقيادة شارون في ذلك الوقت والرئيس الراحل ياسر عرفات، إلا أن إسرائيل لم تستجب لأي من مطالب معاملية السلام بما فيها خارطة الطريق والمبادرة العربية. نفس القصة الآن الذي يجري الآن، إسرائيل تريد نزع سلاح المقاومة ليس من أجل عملية سلام، ليس من أجل تسوية سياسية، ولكن من أجل تحقيق أهدافها العدوانية، من أجل تحقيق أهدافها الأمنية التي كلنا نعرفها، وهي طيب. أولاً استمرار العدوان يعني الاستمرار والسيطرة على كافة منافذ الاقتصاد الفلسطيني، وآخرها معلوم للجميع أن هناك آباراً ومخازناً من البترول والغاز الطبيعي على سواحل قطاع غزة. إسرائيل عندما تسيطر على ذلك معنى ذلك أنها ما زالت تسيطر على مليارات من الدولارات. معلش خليني أطعك بهالناحية، أنت حكيت نقطة كتير مهمة، بس أنا عم باخذ مختلف الآراء. دكتور أسامة، قلت يعني أنه سيطرت او نجاح حماس في 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 غزه هذا الشيء ما بده اياه اسرائيل، فدائما سوف تقوم بخرق الهدنه او الحيلوله دون التوصل الى اتفاق. ما اختلفنا على هذا الموضوع، لكن اخرين بيقولوا انه لا يا عمي، كمان اسرائيل او الفلسطينيين وبعض الاطراف الاخرى اذا حققت حماس، تمكنت من تحقيق هدنه في غزه، فانه هذا الشيء نجاح لحماس، وهذا الشيء لا يترضى به لا إسرائيل ولا الغرب ولا حتى يمكن بعض الأطراف الإقليمية والفلسطينية. يمكن يعني أنا أعود لأقول لك مرة أخرى، لم يكن هناك يعني الحربين الماضيين، العدوانين الماضيين في 2012 وفي 2008-2009 ديسمبر يناير 2009 كانت عدوانين على حركة حماس أو على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة طبعا. بقيادة حركة حماس التي كانت تسيطر على قطاع غزة. الآن لا يوجد شيء اسمه حركة حماس في قطاع غزة، يوجد حكومة توافق وطني في قطاع غزة، يوجد وفاق وطني فلسطيني في قطاع غزة، والذي يتفاوض الآن والذي كان يتفاوض قبل يومين هو وفد فلسطين، وفد منظمة التحرير والأول المرة. وأرجو يعني حقيقة من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية أن تراعي ذلك في الحديث عندما تتحدث. الذي جرى هذا اليوم مثلا، نتحدث عن إطلاق دفعات من الصواريخ من المقاومة الفلسطينية سواء في سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي أو كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح أو حتى حركة حماس، الكتائب القسامة التابعة لحركة حماس. وبالتالي إسرائيل تريد الزج باسم حركة حماس باعتبارها العدو الوحيد والوهمي بالنسبة إليها، لكي تقوم بالانقضاض على مقدرات الشعب الفلسطيني وتقوم بالانقضاض على مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى البنية التحتية للشعب الفلسطيني. نحن بحاجة إلى تغيير الواقع كله في قطاع غزة الذي جرى الآن إبادته شبه دكتور أسامة على الممتلكات. أنا معك بهالناحية، بس دكتور أسامة كمان السؤال بيطرح أنه السلطة الفلسطينية هي إلى اعتباراتها الأخرى باعتبارها هي ممثلة للشعب الفلسطيني، لكن أيضا حماس حركة لها شعبية على الأرض في فلسطين. السؤال مطروح أنه هل تتفق السلطة أو خلينا نقول فتح كحركة فتح تتفق مع حماس في كل شيء فيما يتعلق بموضوع الهدنة أو المفاوضات مع إسرائيل؟ ما هو في خلافات بيناتهم بهالناحية هاي. لا غير صحيح، يعني عفوا انا يعني اود ان اؤكد لك هذا غير صحيح. شاهدنا في الوفد الذي تم تكليفه من السيد الرئيس محمود عباس برئاسة الاخ عزام الاحمد وعضوية الاخ وفد من حماس بموسى مرزوق وعزة الرشق وطاهر الطاهر وغيره من الاعضاء في منظمة التحرير وكافة الفصائل بما فيها الجهاد الاسلامي، يعني كان وفدا منسجما الى حد كبير متفقا على كافة المطالب الفلسطينية. وبالمناسبة أود أن أعود وأكرر، المطالب الفلسطينية هي ليست مطالب، هي عبارة عن التزامات كانت وحقوق متفقة إسرائيل معها. بمعنى آخر أود أن أكمل نقطة، بمعنى آخر في عام 1994 تم الاتفاق ما بين القيادة الفلسطينية برئاسة منظمة التحرير والرئيس ياسر عرفات مع إسرائيل على أوسلو، في اتفاق أوسلو على أولا أن يكون هناك الصيد مداهي الحد الأدنى 12 ميلا إلى حد 20 ميل. يعني معنى ذلك نحن عندما يطالب الوفد الفلسطيني القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقاومته أيضا بما فيها حركة حماس،
يطالبون بفتح المساحة الصيد إلى 12 ميل، هو جزء من اتفاق أوسلو. عندما يطالبون بفتح المطار وإعادة فتحه، هو جزء من اتفاق أوسلو. لأن المطار تم تفعيله وبناؤه وفتحه في عام 1998 وحضر الرئيس كلينتون إلى هذا المطار. طيب معي أقل من دقيقة دكتور، لو سمح جاوبني باختصار، إذا فشلت المفاوضات لهدنة ماذا بعد ذلك؟ ماذا سوف يحصل؟ وشو الدور الإقليمي العربي بهذا الموضوع أو الغربي بهذا الموضوع؟ يعني أنا أعتقد أنه لا شك أنه الآن هي مرحلة عد الأصابع، يعني عض الأصابع ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يعني بمعنى المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها بقيادة حماس أو جهاد أو غيره من حركة فتح وفصائل، على الطرف الآخر الاحتلال الإسرائيلي، مرحلة عد الأصابع. وكل الحروب في التاريخ وكل الحروب في العالم والصراعات في العالم تنتهي بعملية تسوية سياسية أو بوقف إطلاق النار. لا يوجد حرب في التاريخ إلى الأبد، ولا يوجد حتى سلام أيضا إلى الأبد، ولا يوجد هنا. كل المتغيرات على الأرض هي التي تحدد كيف يكون شكل وقف إطلاق النار. وأعتقد أن الجهود التي تبذل حاليا سواء في قطر من الرئيس الفلسطيني، غدا سيأتي إلى القاهرة أيضا لكي يكمل عملية المباحثات ويتم فيما بعد التحضير للمؤتمر الدولي، لإطلاق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، ولملمة الجهود الإقليمية والدولية والعربية بالأساس لبحث كل المستجدات على الأرض. ولذلك أعتقد بشكل كبير جدا أن يعني بكثير على الأكثر خلال اليومين القادمين سيكون هناك رؤية أكثر، لأن الطرفين سيعرفان بالضبط ماذا فعل. إسرائيل تريد حفظ أكبر قدر ممكن من الرؤوس القيادات العسكريين، كما جرى هذا اليوم محاولة اغتيال محمد الضيف بالأمس، واليوم اغتيال قادة ثلاثة. وصلت فكرتك دكتور. صحيح. دكتور أسامة شعث، محلل سياسي ومختص في الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أنت معي من القاهرة. وبعد الفاصل سوف نذهب إلى الشق الاقتصادي في حلقتنا لهذه الليلة، ونتابع فيه عودة النشاط المصري مع بدء أعمال المشروعات القومية وانخفاض في معدلات البطالة. الصادرات السعودية غير النفطية ترتفع خلال يوليو 14.9%. إني الإيطالية تبدأ الإنتاج من مشروع الدكة في مصر. البحرين تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. دي إن أو النرويجية تؤكد التزامها بعمليات كردستان العراق. مرحبا من جديد. أكد الخبراء والمحللون على أن التراجع الذي شهده معدل البطالة في مصر مؤخرا يؤكد على عودة النشاط المصري، مع توقعات بانخفاض أكبر في معدلات البطالة، لا سيما يعني مع بدء عمل المشروعات القومية على رأسها مشروع تنمية قناة السويس الذي فتح مؤخرا. يعد الخبراء مؤشرا واضحا على حالة الاستقرار التي بدأت تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية، وتأكيدا على عودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في مصر. انخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري، يسجل 13.3% مقابل 13.4% خلال الربع السابق من إجمالي قوة العمل، وفقا للإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. بعد التغير الذي حدث وبعد الانتقال الديمقراطي وانتخاب رئيس جديد والاستقرار الأمني في الشارع المصري، وبعض رجال الأعمال الجدد من الشباب وبعض رجال الأعمال رجال المرحلة القادمة بدأوا يظهروا، وبالتالي بدأت مشروعات على الأرض أنها تظهر بشكل جيد، فده اللي بدأ يقل معدل البطالة تدريجيا. ويتوقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الانخفاض في معدل البطالة في ظل النهضة الاقتصادية التي تسعى مصر لتحقيقها والمشروعات القومية المزمع إقامتها في مصر، وعلى رأسها بدء حفر قناة السويس الثانية ومشروعات محور تنمية القناة، والتي من المتوقع أن تستوعب عددا كبيرة من سوق العمل في مصر. لما المشروع المرحلة الأولى بتاعت قناة السويس كمان تبتدي تشد أكتر، هتحس أنه هينزل أكتر مع المشروعات الجديدة، هينزل أكتر وأكتر، خصوصا أن احنا هنبتدي نعمل مشروعات زراعية ضخمة، ودايما المشروعات الزراعية الضخمة في الأول هي أكتر حاجة بتشد
الأيدي العاملة، ومعاها كمان لأنك ما بتعمل زراعة حضرتك لازم تعمل صناعة، وإذا عملت زرعت بمساحات ضخمة زي بالعشر تلاف فدان 20,000 فدان لازم بتبني مدن، بنيت مدن بتبني مدارس بتبني مستشفيات ثم نوادي إلى آخره. الحركة دي هتقلل قوي من مستوى البطالة، بل قد نحتاج، يعني الناس بتندهش لما أقول قد نحتاج لاستقطاب عمالة من الخارج. وعلى الرغم من انخفاض نسبي في معدل البطالة إلا أنه لا يزال مرتفعا، ومرجعه التقرير إلى استمرار تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة الأنشطة كثيفة العمالة كالصناعة والسياحة والتشييد والبناء. عبد الرحمن البسوني، سي ام بي سي عربية، القاهرة. ومتابعة لهذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة المصري السابق. دكتور إبراهيم أهلا بك وشكرا على هذه المشاركة. أهلا وسهلا، أهلا بك، أهلا بك. إذن 13.3% نسبة البطالة في مصر، مع ذلك تبقى برأي الخبراء نسبة مرتفعة؟ بدون شك هي نسبة مرتفعة، ولابد من العمل على تخفيضها بمزيد من المشروعات، ويعني لا أجد يعني مشروعات فيها أمل كبير أكثر مما يجري حاليا، لأنها كلها مشروعات كثيفة العمالة، يعني مشروعات شق الطرق، مشروعات زراعة، مشروعات استصلاح الأراضي، بناء المدن، حفر قناة سنية موازية لقناة السويس. هذه كلها مستهلكة للعمالة بشكل كبير جدا، لأنها مشروعات تعتمد في الأساس على العمالة، المعدات موجودة والناس تعمل وردية أو اثنين أو ثلاثة، لكنها ليست مثل المشروعات البتروكيماوية التي يستثمر كثير من رأس المال في المعدة ولا تتيح وظائف بالقدر الكافي. في مصر الناس كلها يعني متفائلة بالمشروعات التي يتم الإعلان عنها، وربما أضيف أنها متفائلة أكثر من ناحية معنوية أكثر ربما من مما هو حادث من الناحية الاقتصادية، وذلك لأنهم وجدوا أن الدولة والشعب والمؤسسات كلها تجمع على المشاركة في مشروعات وتتابعها يوما بيوم والعمل على قدم وساق. في الماضي كان يعلن عن المشروعات وربما يتم الافتتاح ولا تدري ماذا حدث المشروع بعد عام أو اثنين أو ثلاثة. فأنا بقول أن الناحية المعنوية في أن الدولة تتبنى مشروعات ضخمة كبيرة بمشاركة القطاع الخاص، دي يعني في حد ذاتها نقطة تشير إلى تحول كبير. إن شاء الله المستقبل القادم أفضل بكثير مما نحن فيه وأفضل بكثير مما يتوقع الكثيرون. حضرتك وبعض المحللين متفائلين بالفترة القادمة سوف يستمر معدل البطالة بالانخفاض التدريجي في مصر، لكن السؤال أنه في استراتيجية معينة لهذا التوجه؟ يعني هل سوف نرى سياسة واستراتيجية معينة لخفض معدلات البطالة، أو أن الاعتماد سوف يكون فقط على هذه المشاريع التي تم الحديث عنها، منه مشروع تنمية قناة السويس، وهذه المشاريع تأخذ نسبة معينة من العمالة في مجالات أيضا معينة، وعند الانتهاء من التشييد وعمليات البناء سوف يبقى نسبة كبيرة من الأشخاص خارج إطار العمل؟ لا، المشروعات التي نتحدث عنها تتيح بدون شك عمالة كثيفة جدا أثناء إنشائها، لكنها لا يعني لا تمنع مزيد من فرص العمل بعد استكمالها. يعني إذا أنت بنيت الطرق وفعلا تمكنت من بناء الطرق التي أعلن عنها 3000 كيلو متر من الطرق، طبعا الطرق سوف تستخدم، وحينما تستخدم الطرق هيبقى في نقل، هيبقى في مدن جديدة، منشآت جديدة، هيبقى فيه
تحول في الجغرافيا، الناس سوف تنتقل سوف تتحرك، وهذا هو الحال بالنسبة لمشروعات استصلاح الأراضي. حينما تستصلح الأراضي سوف تستهلك عمالة كثيرة أثناء الاستصلاح، ثم تستهلك عمالة ربما أكثر بعد استصلاحها. وأيضا مشروعات قناة السويس سوف تأتي مشروعات كثيرة أكثر مما نحن نفكر فيه، مشروعات لها البعد الدولي. المستثمرون من خارج مصر سوف يفكرون جديا في أن مصر تغيرت وأصبحت فعلا مكانا للإنتاج وللخدمات على المستوى الدولي. وهذه المشروعات هي في الواقع الاستراتيجية، لأن لو أنت جبت مجموعة من الخبراء وقلنا طب نعمل استراتيجية لخفض العمالة، لن تخرج الاستراتيجية عن مزيد من المشروعات التي تمتص العمالة. الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طبعا مشاهدينا، كجزء من الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في العراق التي يعانيها هذا البلد وشعبه في هذه الأيام، والتي قامت أيضا محطتنا في الأيام الماضية بتسليط الضوء عليها، قامت مفوضية شؤون اللاجئين في الشرق الأوسط بتحميل 16 حاوية من المواد الإنسانية إلى مدينة أربيل في العراق انطلاقا من إمارة دبي، وضمت الشحنة التي بلغت أكثر كقيمة طبعا نصف مليون دولار، ضمت مواد غذائية ومياه وبطانيات. والآن، كيف أغلقت أسواق الخليج والمنطقة في جلسة نهاية هذا الأسبوع؟ نهى علي والتفاصيل. إذن وفي نهاية تداولات الأسبوع اليوم الخميس، كيف كانت أغلاقات المؤشرات الخليجية والعربية فيما يتعلق بالسوق السعودية؟ استطاعت أن تنتزع النقاط قليلة، وحتى على قيم التداولات كانت ملفتة بتراجعاتها على المتوسطات السابقة التي ذهبت إلى أكثر في بعض الجلسات إلى حدود 10 مليارات ريال. في الخميس كانت التداولات بحدود 7 مليارات، لكن هناك تجدد في التراجعات بالنسبة لسوق أبو ظبي، تعرض لبعض التراجعات أو التحركات البيعية على بعض الأسهم، وأيضا وسط أحجام تداولات بقيت متراجعة، لكن زادت أحجام التداولات في سوق دبي وسجل ارتفاعات ملفتة، حتى كان هناك تجدد في الارتفاعات فوق 472 مليون درهم، وارتفاع يتجاوز 1%. السوق القطرية أيضا سجلت ارتفاعات فوق النصف نقطة مئوية، وتزايدت كميات السيولة إلى ما فوق 600 مليون ريال. بالنسبة للسوق الكويتية هناك ارتفاعات بربع النقطة المئوية، ولكن كانت تراجعات عن الجلسة السابقة بالنسبة لأحجام السيولة. بالنسبة لسوق فلسطين، هناك مخالفة لأداء الجلسات التي مرت في هذا الأسبوع، ولجأ المؤشر إلى بعض الارتفاعات، لكن بالنسبة للمؤشرات المصرية منذ افتتاحية جلسة التداولات اليوم الخميس كانت هناك ضغوط بيعية. يبدو أن السوق تدخل في مرحلة من عمليات جني الأرباح بعد أن أشارت إلى ارتفاعات كانت قياسية خلال بعض جلسات الأسبوع. إذن هذه كانت إغلاقات المؤشرات العربية والخليجية خلال جلسة الخميس. إذن اللون الأخضر هو الذي كان سائدا في جلسة يوم الخميس. ماذا بأخبار التكنولوجيا؟ تويتر تهدد بإيقاف حساب أي مستخدم ينشر أي مقطع فيديو أو صورة لقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي. التفاصيل مجددا مع علي فتوح. وقعت شركة أوبرا صفقة لتولي وحدة بناء متصفح الإنترنت للهواتف الذكية التابعة لقطاع نوكيا الذي أصبح جزءا من شركة مايكروسوفت. ينص الاتفاق على ترخيص استراتيجي مع مايكروسوفت تتخذ بموجبه إدارة قسم بناء المتصفح لدى نوكيا، وهذا يعني أن متصفح أوبرا ميني سيصبح المتصفح الافتراضي للهواتف التقليدية وهواتف لوميا التي تنتجها مايكروسوفت.
حددت شركة تويتر على لسان مديرها التنفيذي أنها ستقوم بإيقاف أي حساب مستخدم يقوم بنشر أي مقطع فيديو يتضمن مشهد قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي، والذي انتشر بشكل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وقال المدير التنفيذي لتويتر في تغريدة له بأن شبكة التواصل الاجتماعي تعمل بفاعلية على تعطيل الحسابات التي يتم اكتشاف صلتها بنشر هذه الصور القاسية. كشفت شركتا سامسونج وبارنز أند نوبل عن الحاسوب اللوحي جالاكسي تاب 4 نوك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويقدم شاشة بقياس 7 بوصات مع برنامج نوك للقراءة الإلكترونية. وسيكون الحاسوب اللوحي الجديد متاحاً باللونين الأبيض والأسود وبسعر $179 فقط. وإلى محبي الأفلام، أصبح بإمكان المستخدمين مؤخراً الاستعانة بأكثر من موقع للبحث عن الأفلام وإيجاد الفيلم المناسب لمشاهدته، حيث تقترح بعض المواقع الأفلام بناءً على ما شاهده المستخدم سابقاً، وبعضها الآخر يقدم المزيد من الخيارات قبل بدء عملية البحث. ويمكن الآن تجربة موقع Watch This الذي يمكن الاستفادة من محرك البحث المتخصص في الأفلام الذي يوفره. شكرا لكم، إلى اللقاء. شكرا لخبير التكنولوجيا في CNBC عربية علي فتوح. برنامجنا متواصل وفيه بعد الفاصل مشاهدينا. الصيف فصل العطلات والاستجمام وفصل الأمراض أيضا. مرحبا من جديد. فصل الصيف، فصل العطلات كما ذكرنا، ورحلات الاستجمام، لكنه في نفس الوقت من أكثر الفصول التي تكثر فيه الأمراض، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. سنحاول مشاهدينا في هذه الفقرة الأخيرة تقريبا لهذا اليوم إلقاء الضوء على أهم المشاكل الصحية التي يمكن أن تعترضنا خلال فصل الصيف وسبل الوقاية منها، مع ضيفتي في الاستوديو البروفيسورة الدكتورة إلهام عبد الزاهر، استشارية الأمراض الجلدية والتناسلية في مستشفى برجيل بأبو ظبي. بروفيسورة أهلا بك وشكرا لهذه المشاركة. أهلا بحضرتك. كما ذكرنا في البداية، فصل الصيف العالم كله بتنتظر للعطلات للاستجمام للسفر، بس بنفس الوقت أكثر الأمراض شيوعا هي التي تظهر بالصيف. ما هي أهم المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجهنا في هذا الفصل؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان فصل الصيف بيبقى فصل الاستجمام والاجازات والرحلات، لكن كثيرا ما يصاب فرد او اكثر من فرد في العائله بمشاكل صحيه سواء عامه او بالاخص في الجلد، بما انه الاكثر عرضه للحراره وللشمس خاصه الوقت في فصل في ذروه الصيف. فطبعا هو المشاكل الصحيه اللي بتحدث في فصل الصيف بتكون نتيجه لارتفاع درجه الحراره وشدة حرارة الشمس في هذا الفصل اللي بتبلغ ثروتها في ما بين 10 صباحا ل 4 مساء. لو أردنا أن احنا نتحدث عن المشاكل الصحية العامة اللي ممكن تصيب الإنسان، نبدأ بأخطرها اللي هي ضربات الشمس. كثيرا ما يصاب الإنسان بضربات الشمس في فصل الصيف، لأنه رغم ارتفاع درجة الحرارة بالذات في خصوصا يعني في بلادنا بلاد الخليج هنا في أبو ظبي ودبي، برضو بيصر الأشخاص إن هم يستمتعوا بالجلوس على الشاطئ في مباشرة يعني متعرضين مباشرة للشمس دون وقاية في الفترة اللي هي قلنا ذروة الشمس بتبقى من 10 صباحا ل 4 مساء. فأكتر حاجة ممكن يصيب يعني يصاب بها الإنسان في الفترة دي هي ضربات الشمس. ضربات الشمس دي مشكلة صحية خطيرة ممكن إنها تؤدي بحياة الإنسان، ودي بتحصل فيها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وفقدان في الوعي وزيادة في ضربات القلب وزيادة في التنفس. وطبعا إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة فترة طويلة ده ممكن يؤدي إلى يعني تدمير في المخ وممكن يفقد الإنسان حياته. ولذلك أي شخص بس كمان دكتور، يعني هذه الفترة لتعرض لأشعة الشمس هي
بقى التفاتة الذروة بتكون الشمس بقوتها. إذا تعرض الشخص دايرك أو مباشرة بشكل مباشر للشمس في الفترة من 10 صباحا ل 4 مساء دون أي واقي لفترة طويلة ودون طبعا يعني الوقت بتستفيد كريمات الشمس المخصصه لذلك في طبعا في فتره الشمس وفي فتره الذروه الواقي الكريمات دي غير كافيه ان احنا نبقى حاسين ان احنا غير متعرضين او غير متعرضين مباشره للشمس. في خطوات كثيره يجب اتباعها زي اولا لا يجب ان احنا ندور على مكان فيه مظله يعني ما اقعدش مباشره على الشمس حتى لو انا على الشاطئ بقعد تحت مظله. حاجه ثانيه تان ما يبقاش في الفتره اللي من 10 يبقى يا اما قبل 10 صباحا يا اما بعد 4 مساء. لكن في الفتره دي اذا استمريت دايركت في الشمس ممكن اصاب في درجات الحراره اللي بتوصل مرتفعه جدا في دول الخليج ممكن اصاب بضربه الشمس ممكن اصاب بحروق في الجلد مش بس ضربه الشمس يعني اذا لم اصب بضربات الشمس بيصاب الفرد بحروق في الجلد. وزي ما قلت حضرتك لازم يقعد تحت مظله لازم يستخدم يعني قبعه او اللي هي البرنيطه الهات اللي بتبقى ليها عريضه لازم ان هو يلبس ملابس تكون خفيفه لازم ان هو يستعمل بقى مع كده كريمات الشمس مش بس يستعمل الكريم بس. من تجربتي الشخصيه شوي اذا انا عم اسبح بهالفتره هي من الساعه 10 للساعه 4 الظهر بروح كل شوي بغط حالي بالمي وبرجع حتى لو كنت متعرض لاشعه الشمس ما بتحسش شيء. حالتك لو انت مغطى في الميه مش هتصاب بضربات الشمس زي لو انت قاعد على الشاطئ دايركت كده في الشمس بتحاول ان انت تاخد حمام شمس في الفترات دي في لكن وطبعا زي ما نقول ان استخدامات الكريمات بتاعت الواقيه من الشمس لازم تستخدم بطريقه صحيحه لان للاسف في اعتقادات خاطئه كثيره باستخدام واقي من الشمس. ايضا العين يعني اكثر شيء احنا لسه هنقول احنا بنقول عاده ان الحاجات المشاكل العامه هي ضربات الشمس. الحاجه الثانيه ثاني عضو على طول بيبقى مصاب العين لان زي بيحصل فيها جفاف وبيحصل فيها التهاب بتبقى اكثر عرضه للجفاف وللالتهابات لان عموما الالتهابات بتزيد في فصل الصيف عنها في اي فصل ثاني لان الميكروبات بتبقى نشطه اكثر والتجمعات بتبقى اكثر فده اللي بيساعد ان الانتشار الميكروب في فصل الصيف عنه في الفصل في الشتاء مثلا. ده بالنسبه للعين وزي ما قلنا بيحصل حروق في الجلد يعني احنا بنشوف في المستشفيات حروق بتوصل لدرجه الحرق من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وبيبقى فيه فقاعات على الجلد لان الشخص بيسترخى في الشمس وممكن انه يوصل انه ينام وبعدين بعد كده يصحى يفاجئ ان جلده كله مصاب بحروق شديده في الجلد. نعم البروفيسورة الدكتورة إلهام عبد الزهار استشارية الأمراض الجلدية والتناسلية في مستشفى برجيل. طبعا هي الموضوعات كثيرة في هذا الموضوع والمخاطر في الصيف كثيرة لكن لضيق الوقت بشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة ونتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا من هذه المعلومات. رح أختم مشاهدينا أيضا بفقرة صحية. هل سمعتم بتحدي وعاء الماء المثلج الذي انتشر حول العالم في الأيام الماضية؟ طبعا تحديا لنشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته. التحدي طبعا يقوم على أن يسكب المتحدي الشخص المتحدي وعاء من الماء البارد فوق رأسه كذلك يتبرع بمبلغ $100 لصالح الحملة. طبعا شارك في هذه أو في هذا التحدي العديد من المشاهير حول العالم بيل غيتس وكذلك مؤسس فيسبوك ورئيسين الأمريكيين السابقين جورج بوش وبيل كلينتون. أكثر شيء انبسطت أنا على جورج بوش الابن بس نزل عليه مي باردة فلنتابع. That check is for me. I don't want to ruin my hairstyle. We'll be right back.
Hello, I'm Fadi from Palestine. I heard about the ALS campaign. I'm supported, and for that I'm taking this challenge. Oops, in Palestine we live under occupation. Israeli occupation are using all Palestinian water resources. Israeli settlers are using 7 times more than Palestinians per day. In the last month, hundreds of thousands of Palestinians are living and still in water crisis. Israelis targets most of the water resources and lines in Gaza. For that, we are sorry. We can't go for this challenge. كنت بكيت على حالي ماي بس تعرفوا استوديو كهرباء خوفا من اي صعقه كهربائيه. مشاهدينا كل الشكر لكم وكل الشكر ايضا لمنتجة هذه الحلقه نور العنبكي ولمخرجنا ايضا عمر بطرسي. الى اللقاء.